هذا المشهد وهذه الجرائم حتى لا تختفي. هذه عبارة عن قرائن وأدلة تدل على مدى الإجرام من قبل قوات الاحتلال. خلال تقريبا 7 دقائق كان مضروب كل قطاع غزة بالطيران. حجي كانت عندي حامل راية بيض ومرتي والولاد الصغار، يعني احنا مسلمين، طخت 3 بنات صغار وطخت امي. طيارة F-16 تضرب في وان واحد ما صارش في التاريخ العسكري. هذه مين؟ هذه انا. انتي؟ وانا قاعدة بصحي. تبكيش؟ يا ما متناش من الصواريخ، متنا من البطاطس. خذوا دمي صفوه من شراييني، خذوا عقلي ألحقوني بالمجانين وأعيش في الدنيا شريدة وأهيم في الدنيا شريدة ولا أبيع شبرا من فلسطيني ولا أبيع شبرا من فلسطيني.